فمن واحد الفريق لي لي تحسن كتير فجا دافع مزيان أه أه حنا خلقينا صعوبات باش, باش نديرو لي زوكازيون ولكن جاونا كيلي زوكازيون بقينا أه أه متوازنين مزيان لور أه أه ديفونس باش ميسجلش علينا اون أه جينيرال بالنسبة لي انا كنشوف فريق غادي أه في واحد لانين بوزيسيون اللاعبين الجدد فتاقلموا مزيان مشي المباراه الاولى المباراه بين اليوم فسي فري ما كانوش بيوت اليوم ولكن الفريق غادي في لالين ديالو فسوليد ديفونسيفمون نتوازن خصنا نزيدو نحاولو نلقاو لي سوليسيون باش نخنقو فرص ولكن okay, الحمد لله الدراري تاقلموا مزيان كاع الدراري الجداد وغادي يكون واحد المستقبل عندهم كبير في المنتخب لا كيما شتي كاع الدراري يعني كاع الدراري عندهم مستوى باش يلعبوا في الاوز دو ديبار والدراري الدراري يلعبوا كانوا في المستوى الصراحه وشي اللي كاين ما كاين حتى شي حاجه باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس